إيمان أبدا. ألا حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صلي على محمد وعلى سادتنا آله وصحبه من سادة قريش الغني بالرسالة من بذلت دمع أمجار مرقنات بالرعاف الريح من سرقا بالسوء ما
كسبنا والفعل الجميل الشرطة. المدد المدد
روحها اللي بتبحر فيها. الله 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 لا محبة إلا برسل ولا وصول إلا غالي ولا وصول إلا غالي ولا شراب إلا مختم ولا مقام إلا ثم استقاموا
تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياء ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك سوء وشر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، على نيته وسره، فأهلنا أنت أن تعبد وأهلنا أنت أن تحمد، وأنت على كل شيء قدير. أخونا مصطفى الفقيد، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم جدد عليه الرحمات، اللهم جدد عليه الرحمات، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله يا ربي حفرة من النار، اللهم يمن كتابه، اللهم يسر حسابه، اللهم نور قبره، اللهم نور قبره، اللهم انقله من قبره إلى قصره، اللهم انقله من قبره إلى قصره، اللهم انقله من قبره إلى قصره، اللهم انقله من ضيق الحود ومن مراجع الدود إلى جنة جنات الخلود، يا غفور يا ودود، اللهم إن كان محسنا لإحسانه، وإن كان غير ذلك فتجاوز عنه يا رب العالمين، اللهم اجعل ثواب ما قرأناه في صحيفته، اللهم اجعل القرآن العظيم له نورا في قبره، نورا عن يمينه، نورا عن شماله، نورا من تحته، نورا من فوقه، نورا عند لقائك يا رب العالمين. اللهم احشره في أعلى عليين مع الصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. الوالدين كذلك اللهم جدد عليهم الرحمات، اللهم جدد عليهم الرحمات، اللهم جدد عليهم الرحمات، اللهم اجعل قبورهم روضات من رياض الجنة، ولا تجعلنا يا ربي حفرة من النار، اللهم يمن كتابهم ويسر حسابهم، اللهم يمن كتابهم ويسر حسابهم، اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تجعلنا أجرهم غفلا ولا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أخونا اللهم بارك له في داره وجداره، اللهم بارك له في أهله، اللهم بارك له في زوجه، اللهم بارك له في أبنائه، اللهم بارك له في رزقه، اللهم أعطيه ما نوى فوق ما نوى، الصدقة اللهم اجعل الصدقات المقبولات من الصدقات الطيبات، اللهم اغفر بها الذنوب وسبع العيوب وحب الأموات، الحاضرين والحاضرات، كل واحد منكم في قلبه حاجة خير، اللهم اقضى يا رب العالمين، اللي عنده شي مرض الله يشافيه، اللي عنده شي ميت اللهم اغفر له وارحمه، اللي عنده شي وليدات اللهم اجعل فيهم الصلاح والفلاح، بعيدا عنهم كيد الكائدين ورزق الشيطان، اللهم اغفر ذنوبنا وذنوب المسلمين، اللهم استر عيوبنا وعيوب المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا كربا الا نفسته، ولا ولدا الا اصلحته، ولا حاجة من حوائج الدنيا وترضى مولانا الصلاح الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين رب العالمين. هنا أبا والأخ ديالو العائلة، اللهم ألي بينهم، اللهم ألي بينهم، سيدي عمر وسيدي عبد الله، اللهم اجمع شملهم، اللهم احفظهم بحفظك ويسترهم بسترك، الأبناء ديالهم اللهم اجعل فيهم الصلاح، اللهم اجعل برضاهم، اللهم ابعد عنهم كيد الكائدين ورزق الشياطين، الوالدة والوالد اللهم اغفر لهم وارحمهم،
اللهم اكرم نزولهم، اللهم وسع مدخلهم، اللهم نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس برحمتك يا ارحم الراحمين رب العالمين. هنا علل كذلك الزوجه ديالو راهي في السفر، اللهم احفظ يا رب العالمين، احفظ بنياته، اللهم احفظهم يا رب العالمين، بنياته الابناء ديالو جميعا سيدي علال، اللهم احفظ الابناء جميعا والبنات. الزوجه كذلك اللهم اجمع شملهم، اللهم احفظهم، البنيه اللي في الغربه اللهم احفظهم في السفر والحضر، اللهم احفظهم اينما حلوا وارتحلوا، اللهم احفظهم من كيد الكائدين من همزة الشياطين، اللهم احفظهم من كيد الكائدين من همزة الشياطين، اللهم اخونا 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 اللهم اعطيه منوه فوق منوه برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين، حاجه عقاب اللهم احفظه يا رب العالمين، اللهم احفظه بحفظك، اللهم بارك له في صحته، اللهم بارك له في صحته، اللهم بارك له في صحته، بارك له في زوجي، بارك له في ابنائه، اللهم اعطيه منوه فوق منوه، اللهم احفظه بحفظك وستر سترك، اللهم احفظه اينما حل وارتحل، اللهم احفظه اينما حل وارتحل، برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اخوان كذلك اللي معنا هنا في المجلس والاخوات، كل واحد منكم ومنكن في قلبه حاجه خير اللهم اقضي عليه رب العالمين. اي واحد في هذا المجلس اللي في قلبه حاجه خير اللهم اقضي عليه يا رب العالمين. اللي عنده شي مريض الله يشافيه، اللي عنده شي ميت اللهم اغفر له وارحمه، اللي عنده شي وليدات اللهم اجعل فيه الصلاح والفلاح يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا فارق الحب والنوى اعطي لكل واحد منا من الخير ما نوى، اللهم استرنا فوق الارض واسترنا تحت الارض ولا تفرحنا يوم العرض عليك، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، فارقنا خالي من الشر معصوما، اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقا محروما، امين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.